فيا نزلة للبرشة تشرفت بهذا الشيخ الكريم العظيم. نعم أيها الإخوة الأحباب، إن هذا الرجل متمكن أمكن في مقامات آيات الرحمن، وكأن القرآن يتلألأ وينطق صاحبه عندما يكون السجعة والموسيقى في آيات الله عز وجل. واسمع، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. إن آيات مقامات التمكين وهي تخرج من قلب صاف متدفق كأنه يحلب من السماء لبنا صافيا. نعم أيها الإخوة الأعزاء، أرحب بكم جميعا ونحبكم في الله، لأن هذا الجمع جمع مرحوما، وعند ذكر الله تخشع القلوب وتخضع النفوس وتهتدي العقول الحائرة مع هذا الشيخ السفير الشيخ الكريم عبد الناصر حرك. فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها خذ لك لف حتى إذا جاء سلام عليكم طبتم فادخلوها
صلوا القبول الله يحفظه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله 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 الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش من حول العرش يسبحون من حول العرش يسبحون من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. رفع صوتك، رفع صوتك، ما تخافش من الصف. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب العزيز العليم صلوا على سيدنا النبي.
طيب نختم الآية. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حاضر. وترى الملائكة حافين من حول العرش. سعيك مشكور يا أخي، سعيك مشكور. بارك الله فيك. وترى الملائكة حافين من حول العرش من حول العرش يسبحون من حول العرش يسبحون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله يا غالي.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول لا 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 شكرا 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 اصبر يا باشمهندس اصبر عليه الله يبارك لك. حاضر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. شكرا يا شيخ مالك بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم. بس انا ما بسمعش بره الصراط يا بابا بروح علينا شويه. ما تيجي تيور انت بقى بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قبول لنا ولكم. لا هو إلا
أدنيتني منك حتى ظننت أنك أنت. الله أكبر. صعب الرحمة. من يتكبر من الجماعة شكرا. انت عليك. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الله يا ملك المقامات الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شكرا شكرا. لا شكرا شكرا. الصوت بس كده هنا بيبقى طيب سيبه سيبه كان بيشجع ولا حاجه. تعالى يا حبيبي بيننا طيب. تعالى هنا يا شيخ تبارك الله. امتى عليك؟ بس
ربنا 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 وأدخلهم جنات عدن. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم إنك أنت العزيز الحكيم. عليك يا ستة زينة المجالس وأنيس المجالس. سبحان الله. تعريف يا دكتور. وذلك هو الفوز العظيم. يا مسهل وقيم الصلاة.
قوي كان هنا لله. وقيم السيئات يا حرك يا محرك حرك الكروب حرك. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقيم الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا ربنا وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا
فالحكم كما بعنا ينادى له في الكون أنا نحبه
فيسمع من في الكون أمر محبين. ولا يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين. ربنا موجود، ربنا موجود، بس احنا غلاف والله العظيم وبنحب بالله. بس انا بعد فدعوا الله أهلا وسهلا نتقبل. الله يحفظك، أسأل الله المدد لنا ولكم إن شاء الله. نعم صلى الله عليه
رفيع الدرجات، رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم ابتلى يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. احمد الله تعالى لا يخلي قصدا قصدا ولا يرد سعي من سعى اليه ولا يثيب الا من توكل عليه ووضع الثقه به. قصدتك يا اله العرش ادعو ومن قصد الكريم فلا يضام لان نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام وليس سواك من مقتر عون اذا نزلت به الكرب العظام وقفت بباب رحمتك بتهادا وفاض الوجد وانقطع الكلام علمت بانك الغفار ربي ومن نعماك ينهمر الغمام فان تغفر وترحم يا الهي فماذا يدور ان غضب المنام. وصلاة وسلاما على نور الانوار وسر الاسرار سيدنا محمد. رأيت البدر إذ بدا بالليل مكتملا فقلت يا بدر ما هذا الجمال فتنتني فأجابني والنور يغمر وجهه لو كنت تدري أصل الجمال نكرتني
أصل الجمال جمال نور المصطفى، من مثله عرش الجمال سيعتدي، وما مثلنا في الحسن إلا نواب له، فإذا انكشف الوجه البهي ستنجلي. أيها الإخوة الأحباب، حلقت الأرواح والقلوب والأفئدة حول مندوبة الله على أرضه مع قارئ مكنه الله عز وجل قبل الانتقال من مقام إلى مقام، أقول من خلق إلى خلق، فتربع على عرش القلوب، فلست بمادح له بما ليس فيه، بل أقول هو زينة المجالس، هو أنيس لكل جالس. فضيلة مولانا القارئ الإذاعي الكبير الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ لمصر والعالم العربي والإسلامي، هو سفير مبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدول العربية والأجنبية. لا أقول ملك المقامات، ولكن أقول ملك من ملوك الأخلاق الحميدة القوية، فذلك أبدع وأدعى لتحريك القلوب مع الشيخ الدكتور عبد الناصر عرق.